ما فيش شيء يعادل أهمية الكهرباء في حياتنا. الكهرباء حاجة لازمة وأساس من أساسيات الحياة، ومش ممكن بأي طريقة من الطرق الاستغناء عليها. والله فيه مخربون في البلاد، فيه سوء استهلاك، فيه عدة حاجات من وجهة نظري يعني. والله الكهرباء يمكن لعدة أسباب هلبة، هو حتى عدم وجود الشركات والعمارات حتى الموجودة في حتى العمارات بخصوص المحطات مش موجودة هي. إن زمان كلها شركات نجمية تخدم في الوطن هنا وفي ليبيا، يعني منهم الشركات الفرنسية والألمانية والسويسرية والهندية، وهذه كلها الشركات مش موجودة حاليا في ليبيا، يعني إن كلها تو المواطن الليبي والفني الليبي والموظف الكهرباء هو اللي يخدم ومش ملحق. وفي استنزاف كبير حتى للشركة عامل الكهرباء، حتى من ناحية الخراب ومن ناحية جميع النواحي مش. والله الحقيقة هذه أمر ما عرفناش كيف جت المدة اللي فاتت، أمور طيبة وتمام، والفترة هذه يقولوا أحمال، لكن الأحمال الحقيقة ما ريناش يعني شن زاد في البلاد. يعني بالعكس فترة الشتاء يعني ممكن حتى مكيفات تكييف بعد كبير ما فيش يعني، وهذه للأسف ما عرفناهاش المفتعلة، قد تكون مفتعلة وكل واحد يعني يقول فيه آراء، لكن حقيقة بالنسبة لي أنا نشوف فيها مادام استمرت فترة كويسة يعني كانت فيها تتفاداها الدولة يعني مهما كانت أسبابها يعني. والله احنا كنا مساهمين في الشيء هذا، كنا مساهمين أبداها من المواطن من الدولة، كلنا مساهمين في الشيء هذا. والله يد بيد وكل واحد يحمي منطقته، ونحاولوا كيف كل اللي عنده ديه في الكهرباء يمشي يخلص الفاتورة اللي عنده يمشي يخلص، احتمال ربك يسخر يتعدل عندنا الكهرباء إن شاء الله. أكيد في ناس تدفع، عشان مش أنا الوحيد يعني ندفع، في ناس باهية، في ناس يعني شعرة بالمواطنة وتدفع، أكيد يعني في ناس محترمة. والله ضروري التعاون مع بعض يعني حقيقة، من تقليص الإنارة الضوئية يعني مرة حتى قلت يعني منشور واحد منزله قال لو أن كل واحد يطفي مصباح يعني ممكن نضو مدينة كاملة، يعني هذه حتى يعني لو كان نحطها في عين الاعتبار يعني نسهلكوا في الاستهلاك الكهرباء يعني في المنزل، يعني نكونوا عاوننا شوي يعني. أزمات المواطن الليبي للأسف متوالية، وأبرز مشكلة يعانيها المواطن هي أزمة انقطاع الكهرباء في الشتاء والصيف. والشيء المحزن بصراحة إن في مدن ومناطق رافضة التعاون في مسألة طرح الأحمال، وما يهربش عليها الضي إلا نادرا. وحالة طرابلس ما يخفاش على الناس، هي من أكثر المدن اللي تعاني تبعات هذه الأزمة. الوضع الطبيعي في أي دولة إنها تكون مواكبة للنمو السكاني لتلبية ازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية سنة بعد سنة، ومواكبة الطلب هذا يكون بازدياد وحدات التوليد. العملية الكهربائية تتم في ثلاث مراحل مترابطات ببعضها، هي التوليد والنقل والتوزيع. والمراحل هذه لو حدث خلل ولو بسيط في أي جزئية منها مش حتتم العملية على أحسن وجه. عوامل الاستهلاك والطلب زادت في السنوات الست الأخيرة عن المعدل الطبيعي. لو كل شخص اسأل نفس السؤال الآتي: قداش في شارعة أو منطقته انبني منزل جديد، وقداش محل وسوق جديد باعتبار أن الكهرباء شبه مجانية، كم سوق أو محل صغير زاد من مصابيح الإنارة بشكل كبير، هذا غير الإنارة الخارجية القوية. فريق البرنامج دار زيارة للإدارة العامة للتحكم بشركة العامة للكهرباء، وشفنا غرفة التحكم شباب يخدموا على مدى 24 ساعة يراقبوا في وضع الشبكة العامة والاستهلاك. وبالمصادفة أثناء الزيارة كانت في بعض المحطات خارجة على الخدمة زي ما تلاحظوا في الصورة. الحل العاجل هو أن احنا مفروض أن كمواطنين أو كمستهلكين، سواء أن كبار مستهلكين ولا المستهلكين العاديين، المفروض أننا نترشد في استهلاك الطاقة ونقلل من استهلاك الطاقة قدر الإمكان، يعني نرجع إلى الحدود الطبيعية. ومن ناحية الإدارة التنفيذية في الشركة فهي تحاول بشكل مستمر وتواصل الليل بالنهار في أنها تحاول أن تستكمل المشاريع المتوقفة. وكذلك احنا عندنا وحدات واقفة لغرض الصيانة، ولكن لأسباب كثيرة تأخر الدخول بها، فإن شاء الله بإذن الله يعني الشركة ساعية من أنها تقوم بإعادة هذه الوحدات للخدمة وتضليل الصعاب من أجل
صيانتها وإعادتها للخدمة يعني، وحدات اللي هي متوقفة والمشاريع المتعترة يعني. بعد زيارة غرفة التحكم كان لينا هذا اللقاء مع أحد المسؤولين بالشركة العامة للكهرباء. طبعا توقف العديد من المشاريع، هذا يعود السبب الرئيسي هو لعدم حضور أو توافد الشركات الأجنبية اللي هي كانت سبب رئيسي في التعاقد من بداية هذه المشاريع. لو أن استكملت هذه المشاريع الكبيرة مثلا زي محطة خليج سرت، مثلا زي محطة أوباري، يعني العديد من المشاريع اللي هي متوقفة لحد الآن نظرا لهذه الأسباب. نلاحظ من الحين والآخر التعديات على الشبكة العامة للكهرباء، يعني تخريب أبراج، تخريب محولات، يعني تعدي على الموظفين. يعني في الأيام السابقة وفي الشهور السابقة شفنا ما حدث في الجنوب في محطات الأريل، يعني كيلومترات من الأبراج الحديدية والأسلاك تم تدميرها بالكامل. الشركة في الآونة الأخيرة يعني قامت بخطة متكاملة بحيث أن بتدخل العديد من الوحدات البخارية بفترة تزامنية وتدريجية، يعني كل مرة تدخل في وحدة بحيث أن تقضي على حاجة اسمها طرح الأحمال. لكن الشركة تتفاجأ باختراقات تحدث لها نتيجة لتعدي مجموعات، يعني لدخولهم لوحدات التوليد، تعدي على الموظفين. يعني تخيل أن حتى موظفين في غرفة التحكم يعني صار لهم نوع من العام النفسي، يعني النفسية محبطة لدرجة ما، يعني هذه نتيجة الاقتحامات هذه ونتيجة للتعديات اللي تحدث. رأي مشكلة كبيرة، راو احنا كشركة رانا ما نتمنوش أن تطلع لنا ولا وحدة، لأن الوحدة تطلع خارج الخدمة، تطلع بلاك اوت، راهو حتى عمر الافتراضي يصير له مشكلة، راهو في أمور فنية نعانوا منها، نظرا لأن احنا موظفين تو وفنيين ومهندسين في محطات التوليد راه يشتغلوا بمجهودات ذاتية، رانا كلها خبرات وطنية والحمد لله ويخدموا ليل نهار. ولكن برنامج طرح الأحمال احنا تو في الفترة هذه والله يعني مشكلين لجان، وحنقعمز مع كل المجالس البلدية في كل الأماكن بدون استثناء، بحيث أنا ونبدأ عندي على سبيل المثال 1000 ميجاوات عجز، أنا نبدأ نقسمه على كل المناطق بالتساوي، حتقل ساعات طرح الأحمال. يعني بالتأكيد ما نبدأ فيه التعاون، يعني هذا الحمل ونشترك فيه مجموعة معينة، يعني الحمل هذا يخف بالتوازي على الكل. ولكن احنا فيه بعض من الأماكن وللأسف الشديد أنها يمتنعوا حتى على برنامج طرح الأحمال، وهذه مشكلة كبيرة بصراحة. لازم يكون عندنا وعي مضبوط بأن احنا يعني هالحمل هذا يعني نوزعوه على بعضنا وناخذه برنامج طرح الأحمال بتقسم على كل المناطق، يعني بحيث أن كل المناطق يعني ما تشعرش حتى ببرنامج طرح الأحمال. لكن وانت تدخل لي مجموعات مسلحة ومجموعات معينة هي ترفض أن تطلع لها الأحمال، يعني ان الشركه بتضطر انها تطلع يعني تطلع الاحمال على جهه معينه. يعني انا والله حقيقه يعني مستغرب من الهجمه الشرسه في كل وسائل التواصل الاجتماعي على الشركه، بالرغم ان احنا ما قصرناش، نشتغلوا ليل نهار، نخدموا في كل الظروف الطبيعيه والغير طبيعيه، يعني ما قصرناش بكل حتى من بدايه الاحداث والثوره المباركه واللي تو احنا رانا نشتغلوا، بالرغم ان موظفينا يعني في درجه ما وصلهم نوع من الاحباط نتيجه لي حتى تأخر مرتباتهم يجي 4 أو 6 أو 7 أشهر. يعني توه في الفترة الأخيرة انحلت الإشكالية والحمد لله، وبدنا نزول مرتباتهم وإن شاء الله ما عادش تتكرر المشكلة الماضية. يعني راهم حتى إحنا مواطنين، حتى إحنا رانا عندنا عائلات، موظف راه عنده أسرة، في عنده مريض، في يعني يعاني من عدد عديد من المشاكل. ولكن يعني حتى يعني وصلنا يعني سمعنا كلام إن في اعتصامات وفي مشاكل من هالنوع، لكن الحمد لله موظفينا يعني كانوا بعيدين على الموضوع هذا بالكامل، وكانوا في الموعد واشتغلوا بكل يعني ريحية، وهذا يعني هذا واجبهم الوطني. يعني درنا زيارة لمحطة كهرباء جنوب طرابلس، والمحطة هذه فيها 5 توربينات بقدرة 500 ميجاوات، وفيها كذلك مشروع جديد بإضافة وحدتين بقدرة 47 ميجاوات للشبكة العامة. المحطة هذه فيها فنيين يقارب عددهم 200 فني. آخر عمرة لوحدة من وحداتها كانت في شهر 4 الماضي، وما زال الوحدات الأخرى تحتاج لعمرة، وممكن في شهر 3 القادم تدخل وحدة أخرى للصيانة. تشتغل محطة جنوب طرابلس بالغاز وأيضاً بالوقود الخفيف النافطة. أغلب الناس في ليبيا حاسين أن أزمة الكهرباء مفتعلة، إما لتجاذبات سياسية للضغط على الشارع، أو لتمرير صفقة مولدات في السوق، إلى آخره من الكلام المتداول في الشارع وصفحات التواصل الاجتماعي. وفي المقابل حتى الناس واجب عليها الانتباه إلى أن البنية التحتية الكهربائية في ليبيا قديمة وما تقارنش بما هو موجود في الدول المجاورة لنا.
كل المحطات الموجودة حاليا تحتاج لدورات صيانة مكثفة، لأن أغلبها يعمل بدون صيانة من فترة. سرقة الكوابل والتخريب المتعمد للشبكة وغياب الأجهزة الأمنية فاقمت من الأزمة. أقصر مدة لبناء محطة كهرباء جديدة يحتاج إلى 3 سنوات ومئات الملايين من الدولارات. فالاستقرار الأمني والرخاء الاقتصادي مهمان جدا في الموضوع باش الشركات الأجنبية تقدر تخدم. وربي هني العباد والبلاد وترجع ليبيا زي ما كانت وأفضل.